معنا عبر الهاتف دكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام، مرحبا بك معنا. من وجهة نظرك دكتور، ما دوافع القلق الأمريكي الأخير برغم إخراج الحوثي من تصنيف الجماعات الإرهابية قبل هذا البيان ب24 ساعة؟ أولا، الحوثية بطبيعتها وتركيبتها الداخلية ووظيفتها الخارجية، نعرف نحن اليمنيين وكذلك الخارج أنها بنية حربية لا يمكن أبدا أن تقبل بأي اتجاه لصالح الحل السياسي، لأنه هذا سيضعفها كثيرا، وبالتالي هي قد أدمنت الحرب والنهب في اليمن. العالم مهتم بالمسألة الإنسانية، يعني بما يخص اهتمام العالم والإقليم وكذلك الشرعية بالمأساة الإنسانية. الحوثية تتعامل مع المأساة الإنسانية باعتبارها أهم أدواتها لإنقاذ أنفسها لصالح الجهاز الموازي الذي تدير إيران ولصالح العصابات الداخلية. وبالتالي نحن نرى أنه الأمريكان هذا الاعتراض، أنا أعتقد هذا يعني محاولة تقديم للحوثية بعض النصائح، أنا أعتقد أنها غير مجدية، ويبدو لي أن الإدارة الأمريكية ستراكم التجربة، وهي ما زالت تدير صراعات يعني لها علاقة بالتعقيدات الأمريكية وأيضا خلفيات السياسات الأمامية. لكن هناك تحول ضمن إدارة بايدن فيما يخص مواجهة وكلاء إيران في المنطقة، وأنا أعتقد أنه اليوم الحوثية لما تقوم بالهجوم على مارب وهذا التصعيد الكبير هو ليس لصالح اليمنيين ولا لصالح حتى الحوثية، يعني بالأخير فقط هي تخدم الأجندات الإيرانية ليس إلا. نحن العالم كله والإقليم والشرعية واليمنيين يريدون أن يذهبوا باتجاه الحل السياسي والسلام الجامع لكل اليمنيين، لكن مشكلتنا هي في الحوثية وتركيبتها وتوضيعتها ووظيفتها الخارجية. هي أصبحت منظومة لصوص ومنظومة حربية تخاف من أي حل سياسي، وتخاف من أن يستعيد الناس حقوقهم من خلال فكرة الدولة، لأن ذلك سيضعفها، وبالتالي فكرة الحرب ستظل هي الأداة الأساسية بالنسبة للحوثية كأداة داخلية وأيضا كوظيفة خارجية. نعم دكتور نجيب، أنا أعتقد أن العالم سيراكم الخبرة في هذا الموضوع. دكتور نجيب، يتحدث البيت الأبيض بنسخته الجديدة عن مساعي لبايدن لإنهاء الحرب، كيف ترى مثل هذه العناوين البارزة للإدارة الجديدة؟ نحن لو رأينا فيما يخص مسألة إنهاء الحرب، سنجد أنه إحدى الأهداف المركزية والأساسية للتحالف والشرعية والمنظومة الدولية. المسألة ليست جديدة، الجميع يريد أن يصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات التي تم تحديدها وتوافق عليها أبناء اليمن. المشكلة ليست هذه الإعلانات ليست جديدة، وإنما هو محاولة تأكيد المؤكد، وبالتالي أنا أرى أنه مسألة إيقاف الحرب هي تعتمد باعتماد كامل على مسألة الموقف الإيراني فيما يخص توظيفها للملف اليمني، وعلى مسألة جناعة الحوثية وقواها الداخلية أنه بالإمكان يعني تحقيق المصالح من خلال فكرة الدولة الجامعة. هذا الشرطين فيما يخص إيران والحوثية غير متوفر، وبالتالي كل هذه الإعلانات لا معنى لها إن لم تلتزم الحوثية، وبالتالي نحن أمام مسار واضح ربما قد يطول الأمر نوعا ما، وهو باتجاه الضغط على الحوثية باعتبار الحوثية لا تفهم إلا منطقة القوة، هكذا خلقت هي بالقوة تشتغل ولا تفهم لكي تتجه لصالح اليمن إلا بالقوة، وبالتالي المسألة أصبحت يمنية وعلينا أن ندافع عن أنفسنا أمام هذه الجائحة الخبيثة. نعم، شكرا لك دكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام.